السلام عليكم ورحمة الله، معكم سمية حلويات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناة، وكيف ما وعدتكم غادي نشارك معكم كاطو بالكريمة ديال الزبدة اللي شاركت معكم. غنديروا على طريقة كاطو موكا اللي كنديروا بالكريمة ديال الزبدة والقهوة، غير التزيين هنا غادي يكون مختلف. غادي نزينو على شكل لاير كيك، غادي نديروا لها لو غلاساج وشوكولا، وغنزينها بالكريم شانتي مع الفرماج لا كريم ونوتيلا، يعني باتا تارتيني، باش كنعطيو التعريف باش صوبنا داك لا كريم شونتي. كتجي متماسكه يا البنات، كتجي لذيذه بزاف. هذا هو الجميل اللي في الكريمه ديال الزبده، كيف ما كنقطعوها تيبقى المنظر ديالها جميل. ما غاديش نطول عليكم، غادي ندوزو مع المقادير والطريقه ديال التحضير. فرجه ممتعه. المقادير: غنحتاج 6 ديال البيضات، 160 غرام ديال السكر سنيده، 3 ملاعق كبار من الماء الساخن. غنحتاجو 175 غرام ديال الدقيق، سكر الفاني باش غنكهو الجينواز ديالنا، عندي قبصة ديال الملح. وغادي نستعمل مول اللي تيكون هو دائري، انا لبست ليه ورق الزبدة باش يجيني الجينواز ديالتي شوية عالية. لا، غناخد البول، غنوضع فيه 6 ديال البيضات، الملح، سكر الفاني، سنيدة او السكر السنيدة، وغادي نطربوا البيض مع السنيده، وحنا كنضيفوا في الماء اللي تيكون ساخن 3 معالق كبار، حتى كنحصلوا على لاموس، يعني البيض ديالنا كيضاعف ليه الحجم ديالو وكيتغير ليه اللون. بسم الله. وكيف ما شفتوا معايا هنايا، البيض ضاعف الحجم ديالو، اللون ديالو تغير، كول لينا ديك لاموس، ولكن انا باقا غادي نزيد نخدم فيه مزيان حتى يزيد ضاعف الحجم ديالو. قد ما خدمناه وتشكل عندنا البيض على شكل كريمي، صدقوني البسكوي ديالكم كيجيكم مويل. صافي، انا غادي نكمل بحال هكا، من بعد تلاقاو باش نضيفوا عليه الفاني. شوفوا ما شاء الله، اللهم بارك، كيفاش كنحصلوا على البيض كيولي عندنا كريمي، يعني كيدير لنا لاموس وضاعف ليه الحجم ديالو. على فكره البنات، بالنسبه باش كتحصلوا على هذه النتيجه اللي حصلت عليها، كتحسبوا 6 دقائق حتى 8 دقائق وانتم كتطربوا، يعني كل وحده وكيفاش تيكون النوعيه ديال الطراب الكهربائي ديالو، يعني لا بويسونس ديالو كتكون مجهده. هذا هو القوام اللي حصلت عليه في هذه اللحظه. انا شعلت الفران ديالي على 160 درجه، وغادي ندوزو ان شاء الله دابا باش غادي نضيفو الدقيق ديالنا تدريجيا. بسم الله. وهنا غنبداو نضيفو الدقيق، غنضيفوه تدريجيا وحنا تنخلطو من الاسفل للاعلى، وبلا ما نحاولو نطيحو البيض ديالنا، باش البسكوي ديالنا يجينا اسفنجي، يجينا مهون. صدقوني البنات، حنا ما دايرينش الخميره علاش خدمنا البيض مزيان، وكيجي البسكوي ديالنا رائع كيف ما شفتو معايا. صافي، انا غادي ندخل دقيق الكمية كاملة اللي عندي، وغادي نوريكم القوام اللي كنحصلوا عليه. ومن بعد ما دخلت الكمية كاملة ديال الدقيق، شوفوا ما شاء الله، اللهم بارك، هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. صافي، انا غادي نوجد المول ديالي اللي غنوضع فيه لاجينواز. كيف ما قلت لكم، استعملت مول اللي تكون هو دائري، لبست ليه ورق الزبدة، بغيت لاجينواز ديالي يجي فيها 6 سنتيمتر، حيت غنقطعها على 3 ديال الاجزاء، وكل جزء خاصو يجي فيه واحد 2 سنتيمتر باش كتجي الكاطو ديالتي جميله في المنظر. صافي، انا مشعله الفران على 160 درجه، غادي ندخل ليه لاجينواز ديالتي. وعلى فكره نعطيكم واحد النصيحه، لاجينواز ما كتبغيش النار اولا الفران يكون مجهد، الا دخلتوها فران مجهد غادي تهبط ليكم. صافي، انا غندخلها الفران وغنقص النار على ديك 160 درجه، وحسب لها 25 حتى 30 35 دقيقه، وتيكون هذا هو الشكل ديالها. اللهم بارك، من بعد ما كطيب كتاخذ لنا داك اللون الذهبي. غادي نخليها حتى كتبرد تماما، عاد ان شاء الله ندوزو باش نكملوا تتمه ديال الوصفه. دابا غادي ندوز باش غادي نحيد المول، وغادي نحيد داك ورق الزبده من بعد ما كتبرد لينا بيان سور لاجينواز. شوفوا ما شاء الله، اللهم بارك، كيفاش كتجي، كتجي رائعه اسفنجيه، كتجينا خفيفه، البسكوي ديالنا كيجينا مهوي. هنا غادي نقطعها على 3 ديال الاجزاء، اي 3 ديال الدوائر اللي تيكونوا هما متساويين، دايره فيهم انا تقريبا 2 ديال لي سنتيمتر. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجينا البسكوي. من بعد غادي نمونطي الكاطو. عندي قهوه سريعه الذوبان، غنسقاو بها البسكوي ديالنا، خاصو يتشرب لينا مزيان القهوه، يجي يعني كيف ما نقولوا يعني شرب لينا القهوه مزيان كيف ما موضحه لكم الصوره.
كناخد كميه من الكريمه ديال الزبده وغادي نوضعوا واحد الطبقه على شكل اللي هي هو حلزوني. من بعد غادي نبسطها بسباتيل باش تجيني مقاده فيها واحد الفينيسيون اللي هي مقاده. عاد غادي نحطوا الطبقه الثانيه كيف ما موضحه لكم الصوره، وبنفس الطريقه غادي حتى هي نسقيوها مزيان بالقهوه سريعه الذوبان. صدقوني الكاطو كتجينا لذيذه بزاف على طريقه الكاطو موكا، غير حنا مغيرينها في التزيين. صافي غادي نوضع الطبقه الثانيه ديال الكريمه ديال الزبده، وحتى هي غادي نبسطها مزيان بالسباتيول. وكيف ما شفتوا معايا انا هنايا مزربه الفيديو غير باش تشوفوا معايا جميع المراحل اللي استعملت، وتنتم تنجح معكم ان شاء الله الحلوه ديالكم. صافي انا بسطت هنايا الكريمه، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نديرو الطبقه الثالثه. غادي نسقيها مزيان بالقهوه حتى كتشرب لينا القهوه مزيان. راه موضحه لكم الصوره كيفاش تيكون بسكويت مشرب مزيان القهوه. هنا عاد غادي نقلبها، غادي نوضعها كطبقه ثالثه. شوفوا معايا يعني الجهه اللي مسقيه هي اللي كنديرها من الجهه التحتيه. صافي غنحاول نبسط بيديا شويه وغندخلها للثلاجه واحد 10 دقائق باش تفيكسا. شوفوا معايا هنايا من بعد ما تفيكسات انا غادي نحيد المول. على فكره انا هذا المول درته غير باش يجيني المونتاج مقاد. تناخذ الزبده سباتيول وكنبقى نديروا واحد الطبقه اللي كتكون هي رقيقه وتنقادوها، ومن بعد غادي ناخذ لا ماريز باش غنعطيها واحد الفينيسيون اللي كتجي مقاده البنات. صافي كيف ما موضحه لكم الصوره، وتنبغي نشكر الناس جداد اللي انضموا للقناه، تنقول لهم مرحبا والف مرحبا، والناس القدام حتى هما الف مرحبا بهم. اي سؤال عندكم اي استفسار خليوا لي في التعليق ان شاء الله نجاوبكم، ما عنديش مشكل، مرحبا بالجميع. صافي هنايا غندوزو ان شاء الله باش نصاوبوا الكريمه. عندي الفرماج على كريم، عندي نوتيلا يعني شوكولات نوتيلا، عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو، وعندي الفيكس شانتي اللي ما عندكمش كتقدروا تستغناو عليه، وعندنا الكريمه السائله. اول حاجه غناخذ البول غنوضع فيها 150 غرام ديال الفرماج على كريم، تقدروا تستعملوا لو ماسكاربون. غادي نضيف عليهم 50 غرام ديال الشوكولا نوتيلا. انا كناخذ صراحه هاد لي تيبو من اكسيون فيهم 25 غرام، انا ما كنديرش الاشاره غير باش نقول لكم. ملعقه كبيره ديال الكاكاو اون بودر. صافي غادي نخلطهم مزيان كيف ما شفتوا معايا من سباتيو، حتى كنحصلوا على كريمه هنا كيتبان لكم بان راه الكريمه عندنا واقفه. من بعد غادي نضيف عليها الكريمه السائله، عندي 300 غرام يعني 30 سنتيلتر ديال الكريمه. من بعد كناخذ جوج ملاعق كبار ديال السكر كلاص اولا سكر كلاصي، تنضيفوهم مع دوك الخنيشه اولا الساشيه ديال الفيكس شونتي، تنخلطوهم وكندوز. كنبقى نطرف الكريمه ديالي، مجرد ما كنحسوا بها بدات كتقال كنضيف هذاك السكر مع الفيكس شونتي، وتنبقاو نطربوا حتى كنحصلوا على كريمه كتكون يعني واقفه. راه موضحه لكم في الصوره، وتكون هذا هو القوام ديال الكريمه. صافي غادي نبسطها مزيان ان شاء الله، وغادي ندوزو ان شاء الله وتشوفوا كيفاش غادي نصاوبوا لو كلاصاج ديال الشوكولا انواغ. بالنسبه للشوكولا غادي نحتاجو 70 غرام ديال الشوكولا نوار، وعندي 100 غرام ديال الكريمه السائله. كناخذ كاسخول غادي نوضع فيها 100 غرام ديال الكريمه السائله، وغادي نوضعها فوق النار حتى كتسخن مزيان، ومن بعد غادي نرجعها وغادي نوضع عليها الشوكولات نوار، وغنتسنى عليها تقريبا غير واحد جوج دقائق. هو الكريمه عندنا سخونه، الشوكولات غادي يذوب لينا. صافي تنخلطوه مزيان حتى كنحصلوا على هذا القوام، ودابا ان شاء الله ندوزو للطريقه ديال التزيين. غادي نديرها في بوج طابل وغادي نزين بها الكاطو ديالي عفوا. غادي نديرو خطوط اللي كتكون هي عشوائيه غير باش كيجينا واحد المنظر جميل كيف ما موضح لكم الصوره، طريقه سهله. من بعد غادي ندير الكلاصاج من الكاطو من الفوق كيف ما موضح لكم الصوره، غندير واحد الخطوط عشوائيه. حنا غادي نقادو كلشي ان شاء الله بالسباتيل، وكيجي فيها المنظر اللي هو جميل. وكيف ما قلت لكم انايا مزربه الصوره غير باش نوريكم جميع المراحل. صافي تنقادوها مزيان، كنديرو واحد الطبقه اللي هي رقيقه باش كتمسك لينا في ساعه. من بعد غادي ناخذ الكريمه اللي وجدنا، هذا هو القمع اللي وجد، غنديروا ورود على هذا الشكل كيف ما مطح لكم في الصوره. ومن بعد غادي ندير واحد مبوشيها من الجهه التحتيه وتشوفوا معايا في طبق تقليد. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو من بعد ما كملت له التزيين بالموتيف ديال الشوكولا بيضاء. كنفتحوا ليها اللون
ودعنا داك البتي بو ديال النوتيلا باش كنعطيو التعريف بالكريمه ديال شونتي، درنا فيها النوتيلا الفخوماج على كريم. الكريم شونتي كتجي لذيذه بزاف صدقوني يا البنات، كتجي ولا اروع. غادي نقطع لكم وغادي تشوفوا ما شاء الله كيفاش كيكونوا دوك الطبقات مقادين. الجميل في الكريمه ديال الزبده كتبقى متماسكه، يعني مجرد ما كندخلوا الكاطو ديالنا الثلاجه كتجمع، يعني كتولي متماسكه، كتقطعوها كتجي هائله. والكلو كلاصاج كيجي واحد الطبقه اللي هي رقيقه، كتجي كتدف الفم على سقيناها بالقهوه كريمه ديال الزبده. ما شهيتكم فيها، تنقدمها لكم بالصحه والراحه. اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. انا سرعت الفيديو باش تشوفوا جميع المراحل. لا عندكم اي سؤال ما عليكم الا تخلوا لي في التعليق، ان شاء الله نجاوبكم. مرحبا والف مرحبا. الا عجبكم الاقتراح ديال اليوم ما تبخلوش عليا بالتشجيع ديالكم، ديروا لايك للفيديو، تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله. هذا فضلا منكم وليس بالامر. بالصحه والراحه، الى اللقاء.